اسمعهم من اللي مبانت على الأطفال أحسن اللي كبرت ما عوشاعت يوم ما صغرت بس بالعكس ضلت ور آياتي عم تتطاول تتجبر على طفل بيحاول يتحرر من مستعبد محتل بتكبر يكبر إيش احتل حياتنا دمر ألوانا ملا عمتا حيجي اليوم اللي يصحى في الضمير ابعد هالفكرة من عقلك حاول تخليها تطير أكم من فكرة أخلي وأكم من فكرة أشيل كل الأفكار اللي بتتعلق بظهرك خلي الهيب هوب بنقسم لخمس أجزاء راب دي جي جرافيتي وبريك دانس وش في كمان؟ نسيت الخامسة مش مشكلة المهم الراب بأصوله فن غربي بس بمعاني ركزوا بمعاني معاناة بمعاني قهر الراب استخدم في كاليفورنيا في أمريكا ضد العنصرية السود والبيض والشغلات هذه وإحنا في غزة أخذنا الفن وترجمنا للقهر والمعاناة تبعتنا كفلسطينيين أكم من فكرة أخلي وأكم من فكرة أشيش كل الأفكار اللي بتتعلق بظهرك شيش شو ذنب الطفل اللي انخلق في هداك الجيل سبوا إنه فلسطيني لازم يدوب يمين Okay, this place called Al-Makbous Towers the place I live and we're going to see some graffitis and my place Let's go Yes, for the unity of Palestine. Yes, for the negotiation. Here is my building. I used to live in this place, but you know, it got bombed and it's not able to be lived in anymore. Straight out town, don't care.